نجحت الشرعية بإفشال محاولة انقلاب الإمارة في سقطرى؟ وهل ستكون خطوة للحكومة في استعادة الشرعية ما سلب منها؟ أم أن سيناريوهات الانقلاب الإماراتي في عدن ستتكرر في سقطرى؟ أهلا بكم. أخفقت محاولات مدير الأمن المقال من السيطرة على مؤسسات الدولة في سقطرى، ومعه تعثرت أحلام الإمارات بالسيطرة على الأرخبيل رغم كل جهودها هناك. إخفاق الانتقال الإماراتي في سقطرى قبل أن يبدأ يراه مراقبون أنه يعكس ميزان القوى الجديد الذي تشكل جنوبا منذ معركة شبوة. فهل ستحمي الشرعية نفسها وتسعى لاستعادة ما سلب منها؟ أم أنها ستكتفي بانتظار وساطات الرياض؟ كل المؤشرات تقول إن التحركات الإماراتية في سقطرى وتعز لفرض سيطرتها ونقاط قوة جديدة على حساب سيطرة الشرعية ومصالحها تمضي في سياق محموم لاستكمال سيناريو السيطرة الذي بدأته في عدن. بعد ساعات من هجوم شنه مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على المقر الأمنية في العاصمة السقطرية حديبو، تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة وإحكام قبضتها الأمنية على مدن المحافظة وعاصمتها. كانت الميليشيات الموالية للإمارات قد استحدثت نقاط تفتيش في عدد من المناطق بعد إقالة مدير الأمن في المحافظة والمتهم بأنه أحد أذرع أبوظبي، ورفضت تسليم مقرات الشرطة لمدير الأمن الجديد المعين من قبل الرئيس هادي. تمكنت القوات الشرعية من إخماد حالة التمرد، لكن بقي المدير الجديد غير قادر على مزاولة مهامه في إدارة أمن المحافظة حتى الآن، وسط جهود تقودها السعودية قد تفضي إلى تسليم مبنى المديرية يوم الأحد بحسب مسودة اتفاق تم الإعلان عنه، رغم الرفض الذي يبديه المحافظ رمزي محروس لأي اتفاقات، مؤكدا ضرورة التسليم الفوري للعناصر الموالية للإمارات. تصر أبوظبي على توسيع حدود سيطرتها بعد سيطرة الميليشيات الموالية لها على محافظات عدن ولحج ومناطق واسعة من أبين. تجسد معنى الأخوة والإخاء. ورغم هزيمتها هذه المرة، فإن مراقبين يؤكدون أن كل المؤشرات تؤكد أن الإمارات وعبر أذرعها المحلية لن تسلم أرخبيل سقطرى بسهولة. فالشرعية تعيش عزلة تامة، وهي تهيئ جميع القوات المنفلتة لاستثمارها في فرض سيطرتها على ما يمكن السيطرة عليه. خسرت الشرعية مواقعها في أكثر من جبهة، وباتت تقاتل أكثر من طرف وبأدوات معزولة. فالإمارات اليد الخشنة للمملكة تخوض معاركها ضد الشرعية دون مواربة، فيما تسعى السعودية لتفتيت مواقف الشرعية عبر دورها المهادن والمخدر، وليست تعز عن ذلك ببعيد. فهي الأخرى تخوض معركة مستمرة على أطراف المدينة ضد القوات الموالية للإمارات بعد سيطرة أبوظبي على باب المندب والشريط الساحلي للمحافظة، وسط غياب تام للشرعية وأدواتها. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الإعلامي صلاح بابقي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء النور. إذن كيف تتابع ما يحدث في سقطرى من اقتحام للمقار الأمنية من قبل شخصيات محسوبة على الإمارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين الكرام. طبعا هو تكرار، وللأسف تكرار مقرف لأجندة الإمارات والسيناريو الذي تصنعه في المناطق الجنوبية اليمنية. التمرد على الشرعية، رفض قراراتها، الاتيان بعناصر مسلحة لا توالي الشرعية، ثم الانقضاض على المدن، وكأنه سلوك يذكر بسلوك القبائل التي كانت تحكم ساحل عمان سابقا، من السطو على أملاك الناس وممتلكاتها. الآن الإمارات الحديثة، إمارات الفضاء، إمارات السعادة، تكرر أساليب الأولين من القرصنة والسطو على بلدان الآخرين. يعني ما حدث في سقطرى طبعا ليس هو وليد هذا اليوم. دائما منذ البداية، منذ بداية تدخل الإمارات في اليمن، وهي عينها على سقطرى، وإن كانت تعمل اختلالات في المكلا وفي عدن وفي شبوة، لكن سقطرى هي جائزتها الكبرى،
هي تريد سقطرى لأنها تشرف على ممرات مائية، لأنها سوف تسهل لها يعني المراقبة في المنطقة وكأنها هي حارسة المحيطات ونحو ذلك، فعينها دائما على سقطرى. شاهدنا أحد زعماء الإمارات وهو يتحدث لقبائل لمواطنين من سقطرى تم استضافتهم ويقول أنتم منا ونحن منكم وأنتم إماراتيون. غير ذلك هناك قوائم بمسافرين يسافرون بشكل متتالي من سقطرى إلى الإمارات للتجنيد ونحو ذلك، فهم يركزون على سقطرى تلك المنطقة البعيدة عن الصراع تماما، لم تصلها لا الجماعات المتطرفة ولم يصلها الحوثي ولا أي شيء. جزيرة يريد أهلها كانوا الاستقرار وأن يريدوا التنمية، فاستغلت الإمارات ما تعانيه الجزيرة من ضعف الخدمات وقامت بتقديم رشا من أجل أن تحتل هي الجزيرة. نعم، إذا أستاذ صلاح، السعودية أيضا تتقدم بمبادرة وساطة، وبالضبط كما قلت يبدو أنه تكرار لسيناريو سابق يعني تسليم عدل الانتقالي. برأيك هل سينطر مثل هذا السيناريو على الحكومة الشرعية مرة أخرى؟ يعني للأسف يعني إذا خدعك شخص من المرة الأولى فالخطأ خطأه، لكن إذا خدعك مرتين وثلاث وأربع فالخطأ خطأك. الشرعية هي التي ترتكب أخطاء استراتيجية في التعامل مع الإمارات. ما الذي يعني يؤخر الشرعية على اعتبار الإمارات قوة احتلال وقوة غازية وأنها انتهكت كل المواثيق بين الشرعية وبين الإمارات والتحالف العربي بشكل عام؟ يعني أنا لا أفهم هذا التأخر في التعامل. يعني حتى مدير أمن سقطرى، كل الصحفيين وهم يتحدثون منذ أشهر أن الرجل يعني يبيع ويشتري مع الإمارات وأنه يحقق أجندات إماراتية، لم يأتي عزله إلا قبل أسبوع. يعني كيف يمكن تصور هذا العجز وهذا الترهل وهذا التأخر من قبل الشرعية؟ يعني الشرعية تحمل مشروع وطني، كل اليمنيين يعني يحملون هماً أن ينجح هذا المشروع الوطني في إعادة ترميم الدولة اليمنية، فإذا بها للأسف الشديد تفشل في تحقيق أهداف هذا المشروع الوطني من خلال هذا الترهل. بخصوص السعودية، طبعاً الشرعية خيارها هو أنها تثق بالسعودية وأنها تجعل كل بيضها مع السعودية وعلى السعودية أن تحل المشكلة، لكن يعني حين نلاحظ الدور السعودي نجد في سقطرى بشكل محدد في قبل عامين كانت هناك مشكلة أصلا مع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ورفض ما حاولت الإمارات وقتها من تقديم مسلحين إلى الجزيرة وآليات عسكرية، واعتكف يعني في الجزيرة ورفض أن تصل هذه المعدات. أتت السعودية والتقت بدولة رئيس الوزراء السابق وخرج معهم بتطمينات أن هذا الأمر لن يتم وأن سقطرى سوف تكون تحت إمرة الشرعية. الآن بعد عامين نجد أن السعودية في الحقيقة فشلت في أن تروض الإمارات وتعقلها وتمنعها من أن تواصل عدوانها على الأرض اليمنية. إذن المراهنة على السعودية وحدها لم يعد كافيا للحفاظ على الأرض اليمنية، لابد على الشرعية أن تبحث عن خيارات أخرى نضمن بها الشراكة مع السعودية في التحالف، لكن أيضا نضمن بها الدولة اليمنية. في النهاية إذا استمرينا على نفس الرتم يعني الإمارات لن تتوقف عن عدوانها. نعم، إذا رمزي محروس كما يبدو أستاذ صلاح يقاتل وحيدا، ربما عمل كل ما عليه لإيقاف مشروع ملشمة الجزيرة وتحويلها إلى مقاطعة أو ولاية إماراتية. برأيك هل يمكن أن تخذله الحكومة حتى الآن؟ هل يعني يمكن من السيناريو الذي مضى نجد خذلان من الحكومة لرمزي محروس؟ طبعا تحية كبيرة للمحافظ رمزي محروس. هذا الرجل يعني وافق سره علانيته للمراقب اليمني، فحتى يعني في تواصله مع المواطنين يبدي تمسك بالمشروع الوطني وأنه سوف يدافع عن الدولة، مشروع الدولة اليمنية التي تحقق مصالح جميع اليمنيين وليس مصالح فئة محددة تريدها الإمارات. هو الرجل فعلا وحيدا، ولكنه ليس وحيدا من مواطنيه. إن كان هناك خذلان من الجانب الرسمي من الشرعية وهناك تراجع في التأييد من قبل السعودية قائدة التحالف أو تلكؤ أو سميه ما تشائين، لكن الرجل لديه شعب
يؤمن بأهداف هذا المشروع، مشروع الوطني، ويقف معه. ولذلك نجد أن سقطرى مواطنيها يعني خرجوا في تظاهرات دعما لمشروع الدولة، وهناك من القوات الحكومية من يعني تحاول أن تحمي مؤسسات الدولة، والآن المدير أمن سقطرى الجديد أيضا هو مصر على هذا المشروع، وهناك حديث عن اتفاق يوم غد. نعم، سنتحدث عن هذه النقطة الصراحة، لكن اسمح لنا أن ينضم معنا الشيخ عيسى بن ياقوت السقطري، شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى. مساء الخير شيخ عيسى. مساء النور والعافية. إذن شيخ عيسى، بداية، ما هو توصيفك لما حدث بالأمس في سقطرى؟ هل هو محاولة انقلاب على السلطة الشرعية؟ أولا نمسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين الكرام في كل مكان. حقيقة ما يحدث في سقطرى هو محاولة تقويض مؤسسات الدولة وإسقاطها من قبل ميليشيات تدعمها الإمارات. الإمارات عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على إضعاف الدولة وإيجاد مؤسسات بديلة تخضع لها بحجة ما يسمى المجلس الانتقالي. نحن قد حذرنا من هذا المجلس، وقد تكلمنا سابقا وقلنا ان هذا المجلس او بما يسمى الحزام الامني هناك في سقطرى هو قنبله موقوته في سقطرى. الانتقال يتحول الى اداه الامارات تحت شعار القضيه الجنوبيه، وهو في الحقيقه اضر بالقضيه الجنوبيه. اذا رجعنا الى القضيه الجنوبيه فهو أضر بهذه القضية. طبعا مثل ما تعلمون سقطرى منطقة تحظى بأمن وأمان، ويعتبر السلام والأمن جزء من ثقافتها ومن موروثها الشعبي. والتدخلات الخارجية بدأت تهز هذه القيم. إذا نحن نقول السقطريين لن نقبل أو لن يقبل السقطريين بمن يشق صفهم وينشر ثقافة بديلة لثقافتهم السلمية. أولوياتنا في سقطرى التنمية والخدمات وليس سياسية مثل ما يتوقعون بعض الأخوة. أبناء المهرة وسقطرى مثل ما تعلمون متمسكون بعاداتهم وبتقاليدهم، والمجتمع المهري السقطري عصي على من أراد تمزيقه ونشر الفتنة فيه. ندعو نحن كأبناء المهرة وسقطرى، ندعو نحن كمشايخ مشايخ سقطرى، مشايخ المهرة، ندعو الجميع إلى وحدة الصف والوقوف مع الدولة، ونحذر من تكرار المآسي التي حصلت في عدن. نعم. نعم. إذن كيف تتابع موقف الرئيس هادي والشرعية مما يحدث في سقطرى؟ هل ترى أن هناك ثبات وتعزيز لسلطة الشرعية، أم يعني سيظلون يتفرجوا حتى يتم أخذها كما حدث في عدن؟ حقيقة نحن بالأمس تابعنا من 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 بقلق وتابعنا بالغ التطورات الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى خلال اليومين الماضيين. وحقيقة بما نشوفه اليوم في سقطرى هذا ينذر بالخطر. ونحن دائما نؤكد ونقول نؤكد على تعزيز السلم، نؤكد على تعزيز الأمن، نؤكد على وحدة الصف بين أبناء أرخبيل سقطرى. والتركيز تركيزنا المهم في سقطرى هي التنمية والبناء وتعزيز الخدمات الأساسية، هذا المهم عندنا في سقطرى. نحن ننبذ العنف ونرفضه أيا كانت مصادره، ونرفض كل من تسول له نفسه أن يأتي لنا بمشاكل مثل ما رأيناه بالأمس في سقطرى. حقيقة نحن نقول كمشايخ نوجه وننصح بالتآلف، وننصح بين المشايخ أن يتدخلوا المشايخ في هذه القضية اللي رأيناها من فتنة وتأجيج من قبل مجلس الانتقالي، من قبل بما يسمى مجلس الانتقالي اللي تدعمه الإمارات. نعم. شيخ عيسى طبعا تفضلي. نعم. كونك يعني واجهة اجتماعية، برأيك ما هي مخاطر هذه الخلافات السياسية والأمنية على النسيج الاجتماعي في سقطرى؟
نعم هناك مخاطر، النتائج جدا خطيرة. بتعمل شرخ في المجتمع وتؤسس الانقسامات بين المجتمع السقطري وتعمل على تشوية القيم، ولذلك خطورة. لذلك نحن نسعى دائما إلى وحدة الصف ورفض الأفكار الدخيلة للمجتمع السقطري. نحن كأبناء سقطرى والمهرة سنبقى مع الدولة ومع النظام ومع السلم ومع الأمان، ولن نرفع السلاح ضد بعضنا البعض مهما دخلوا بيننا. من يريد أن يشق صفنا؟ من يريد أن يشق صف مجتمعنا؟ المجتمع السقطري من المشايخ والوجهاء والعقلاء والشخصيات الاجتماعية هم الأساس، ونحن مجتمع يتحلى بالحكمة والسلم. أنتم تعلمون أن سقطرى مجتمعها مسالم، لا يوجد فيها شيء من العنف، لا يوجد فيها شيء من هذا الأمور التي تؤدي إلى العنف. فنحن دائما نتحلى بالحكمة والسلم، ولدينا دولة قائمة. نحن لدينا دولة قائمة سنتمسك بالمشير عبد الرب المنصور وبشرعيتنا، ونتمسك بها ونلتف حولها مهما اختلفنا معها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك شيخ عيسى بن ياقوت السقطري، شيخ مشائخ أرخبيل سقطرى، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، ربما أنت تحدثت قبل أن ينضم معنا الشيخ عيسى حول العديد من النقاط، ركزت على نقطة يعني سقطرى وكيف يمكن أن تم تدريب أو يعني العديد من أبناء سقطرى، حدثنا عن هذه النقطة. أنا أريد أن أبدأ من نقطة أنه الإمارات ويا للعجب أنها تمارس يعني أساليب إيران في اليمن. يعني لاحظي حين يتحدث الشيخ عيسى السقطري قبل قليل أنه هناك مخاوف على النسيج الاجتماعي في اليمن وفي جزيرة سقطرى. إيران فعلت ذلك من خلال الحوثي وشقت النسيج الاجتماعي هناك وجعلت الطائفية يعني ترعى وتتنامى بشكل كبير. هنا الإمارات تصنع من خلالها يعني أتباعا يشترون بالمال ويقومون هكذا بزرع الكراهية داخل المجتمع، هنا خطورة. أمر آخر الميليشيات، يعني لاحظي أن الأعداد التي يتم إخراجها من الجزيرة والتدريب على السلاح في الإمارات ثم العودة من جديد، يعني هذا على يعني ما هو الهدف منه إلا الفوضى واستنساخ ميليشيا مثل ميليشيا الحوثي في صنعاء. فهنا العجب أن الإمارات التي أتت من أجل إضعاف المد الإيراني هي الآن تمارس أدوات المشروع الإيراني حرفيا يعني، وهنا الخطورة الكبيرة. سقطرى كما أسلفت يعني هي عندها مشكلة خدمية، هناك ضعف في البنية التحتية في الجزيرة، يعاني السكان كثيرا صحيا تعليميا. كان يفترض أن يكون وعاصفة الحزم تحولت إلى إعادة الأمل، أن يتم إعادة الأمل فعلا للجزيرة وخدمتها تنمويا، ولكن ابتعاث أبنائها على التدرب على السلاح هذا لن ينمي الجزيرة، وإنما يخلق عصابات. على ذلك نعم، يعني لم يكن السلاح يعرف أبناء الجزيرة ولا يعرفونها. اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الدكتور فيصل الحذيفي رئيس الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب عبر الهاتف. مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور لك وللجمهور الكريم والضيوف الكرام. أهلا بك دكتور فيصل، ما هي قراءتك لما يحدث؟ يعني الإمارات لم تتوقف، كل فترة وتظهر بشيء جديد، آخرها ما حدث بالأمس. نود التنويه إلى أن الإمارات والسعودية عندما دخلتا إلى جزيرة سقطرى دخلتا بنية عدم الخروج، ولكن الجديد في الموضوع أن تعيين رجال أقوياء مثل المحافظ محروس أربك عليهم المشهد، وكذلك استجابة الرئيس هادي لتعيينات هي ضرورية للاتكاء عليها في الحفاظ على سيادة اليمن في هذه الجزيرة، أيضا زاد المشهد بالنسبة للإمارات والسعودية إرباكا. نعم. للأسف الرئاسة لا تحسن اتخاذ القرار المناسب، تبدأ بتعيين الناس المشكوك في ولائهم للوطن، تدعهم يخربون، ثم عندما تصلح متأخرة فلا تستطيع الإصلاح.
اليمن تحتاج إلى قرارات لرجال أكفاء، رجال وطنيين، وتسندهم أيضا بتعيينات لخلق فريق وطني أو الخدمة حتى نستطيع أن نستعد للبلد المخطوفة من بين أيدينا. أنا أعتقد بأنه محافظ سوق قطرة ومحافظ بن عديو بالشبوة ومحافظ العرادة في مأرب هم الرجال الذي يمكن أن يتكئ عليهم، لكن محتاجين أيضا إلى دعم كبير بأن يمنحوا تعيينات أخرى، مدراء عموم ويكون على ثقة بهم، مدراء يعني قيادة عسكرية أمنية، هكذا يمكن أن يصبح هناك إدارة وطنية قوية لا يخشى لا من الإمارات ولا من السعودية ولا أن تأمر خارجي. اليوم السوق قطرة ليست في منأى عن ما يجري في الساحل الغربي ولا ما يجري في أبيان وفي الضالع وفي عدن، هي المشكلة أنه سلمت هذه المناطق المحررة لأناس مشكوك في ولائهم، يعني يخرجون على شاشة التلفزيون والقنوات ووسائل التواصل الاجتماعي بكل بجاحة يقول أنا لست يمني. كيف أنا أسلم البلد لإنسان ينكر هويته اليمنية الضاربة في بذور التاريخ والعالم كله يتشرف بهذا الانتماء؟ نعم، إذن كيف تتابع أيضا موقف الرئيس هادي وحكومته، يعني ممثلة برئيس الوزراء، ربما الجميع تابع ويتذكر موقف بن دغر حينما ذهب لسوق قطرة ورفض ما حدث فيها، الآن يبدو رمزي محروس كمن يقاتل وحيدا كما يقال. نعم، بن دغر وقف بشكل مبكر، ولذلك تآمرت عليه السعودية والإمارات بالعزل وبالإهانة أيضا عندما أوحي إلى التحقيق دون جريمة ارتكبها أو يستحق عليها. اليوم المشكلة المعمقة داخل المجتمع اليمني هي إطالة الحرب وإفقار الناس، وبالتالي يسهل شراء الولاءات ويسهل شراء الأشخاص. يعني الإمارات تستهين باليمن وتعتبر سوق قطرة جزيرة كبيرة يعني تريد أن تبتلعها، وهي تحاول أن تمنح أبناء الجزيرة المزايا لاستمالتهم من المال، من الرواتب، من التمهيد، من الابتعاث للدراسة في الإمارة. اليوم الجوع والفقر أصبح مدخلا لهذه الدول بإعادة إرباك المشهد ويعني خلط النسيج الاجتماعي بإنكار الانتماء والهوية. يعني اليوم الإماراتيون يعززون هذا المشهد بتصريحات من أبناء سوق قطرة يقول أنا إماراتي. الاتصالات في سوق قطرة مرحبا بكم في الإمارات. يعني مثل هذه الأمور، دخول طائرات بدون إذن السلطات اليمنية، دخول أناس يأتوا من مطارات الإمارات دون إذن السلطات اليمنية، كل هذه سمح لها أن تمر دون اعتراض، وبالتالي هذه أمراض خطيرة كالسرطان الحميد الذي سمحنا له أن يصبح سرطان خبيث، وبالتالي عندما أتينا له بالعلاج الكيماوي أدى إلى الوفاة. نحن لا نريد أن تصل اليمن إلى هذه المرحلة من السوء، وينبغي على جميع الناس، جميع العقلاء، جميع الوطنيين أن يضغطوا بهذا الاتجاه حتى تتحرك المياه الرافدة نحو الحفاظ على ما تبقى من سيادة الوطن، وعدم السمح لهذه القوة التي خانت الأمانة وإذا بها تبتلع اليمن لصالحها وتضرب عرض الحياة الأخلاقية والقانونية والقانون الدولي. نعم، إذن دكتور، هل تعتقد أن الأيام القادمة قد تحسم الوضع في سوق قطرة لصالح أبنائها وشرعية، أم ما حدث في عدن ربما يتكرر بذات السيناريو يعني السيء؟ المخاوف كبيرة ولا زالت قائمة، لأن الإمارات يعني أعدت نفسها هي والسعودية لمثل هذا المشهد في الجنوب وفي سوق قطرة منذ سنوات، وبالتالي لازلنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفا من نجاح المؤامرة وابتلاع الجزيرة. لكن أنا أعتقد بعد الضربة اليمن وللسلطات اليمنية في عدن، إذا لم تتدارك الوضع بدعم المواطنين وبدعم وبتدريب وتأهيل الجنود الموجودين على الأرض وبمنحهم حوافز، وبكذلك بإعادة توعية وتثقيف الناس بأهمية الولاء الوطني والحفاظ على السيادة،
وأن هؤلاء مجرد أعداء يستغلوا ثرواتنا وخيراتنا دون أن يعطونا شيء. يعني ما لم يتم التدارك هذا في بدعم كبير من السلطة في إسناد المحافظة على الأرض، قلنا في التعيينات وفي التأهيل وفي التدريب وفي التنمية، ربما تذهب سقطرى كما ذهبت عدن، وهذا وإن ذهبت هي ستعاد، ولكن بعد كلفة كبيرة وثمن باهظ، ونحن لا نريد أن تستمر هذه الكلفة العالية على الوضع اليمنيين، لأننا في نهاية الأمر نتأخر مئات السنوات كلما خطونا، كلما تأخرنا سنة في التاريخ الطبيعي أو في التاريخ الحقيقي، فالسنة تعد مئات السنوات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي رئيس الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، يعني تعقيبا على ما سألته للدكتور فيصل حول موقف الشرعية وخاصة رئيس الحكومة والحكومة مما يحدث، ويعني موقف بن دغر سابقا وكيف وقف أمام الإمارات وربما دفع ثمن ذلك غاليا كما تفضل الدكتور فيصل، ليس فقط بإقالته وإنما بمحاولة إهانته بالتحقيق. الآن لا نجد موقف حقيقي من الرئيس هادي ولا من رئيس حكومته، أين هم؟ وللأسف الشديد يعني ربما يقرأ ما جرى لدولة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر أنه يعني رسالة لكل من يقف مع الشرعية من المسؤولين. يعني أصبح حتى من يتحدث من مسؤولي الشرعية بخطاب ممالئ للإمارات أصبح مفهوما، لأنه في النهاية لن يتم تكريم من يقف مع الشرعية، وإنما سيتم إزاحته من أجل شخصيات أكثر هدوءا. يعني أنا أتعجب يعني كيف تدار الدول بهذه الطريقة. يعني أنت عندك مشكلة، عندك أزمة تهدد نسيجك الاجتماعي، تهدد كيانك وجودك كدولة، ومع ذلك التصريحات دون المستوى، ويعني محاولة لإدارة الأمور فقط خلف الأبواب المغلقة. هذه الأمور ربما تنفع في أجواء سلم وليس في أجواء تحدي مثل هذا الأمر. يعني أصبح الشعب اليمني يسبق الشرعية في خطواته، في تفاعله مع الأحداث، في ردود فعله. يعني التظاهرات عمت أكثر عواصم دول العالم حيث الجاليات اليمنية، بينما الشرعية يعني لا زالت تقدم رجل وتؤخر أخرى. حتى خطاب وزير الخارجية اليمني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني وإن تحدث بطريقة واضحة حول مسؤولية الإمارات عما جرى، لكنه في النهاية كان خطاب يعني رومانسي إن صح التعبير، لم يعطي مطالب العالم، حتى لم يعد يفهم ماذا تريد. طب الشرعية أنتم تقولون هذا الأمر على الإمارات، ثم هي الإمارات لا زالت جزء من لجان وساطة ونحو ذلك، فلا بد من الشرعية أن تتخذ خطوات مختلفة عن الخطوات القديمة. طالما ما هي هذه الخطوات التي لا بد من الاستماع إلى مطالب الشعب اليمني، وهو يقول أن طرد الإمارات مطلب يمني شعبيا ورسميا. لابد أن تخرج الإمارات من المشهد تماما، لابد أن لا نعطي لها أي ذريعة قانونية للبقاء في البلاد. رئيس الجمهورية يستطيع بقرار ومرسوم أن يقول لا نريد، شكرا للإمارات، ولتخرج من بلادنا رغم كل الكوارث. ربما يعني تحدثنا عن هذه النقطة كثيرا وتوقعنا الحديث عن ذلك أمام الجمعية العمومية، ولكن للأسف الشديد يبدو أنها مجرد أحلام تراود اليمنيين. هي ليست أحلام، هي رغبات. هي رغبات ليست أحلام. لا بد للشرعية أن تستجيب وأن تستمع لمطلب الشعب اليمني. لا يمكن أن نقبل. هل هي قادرة على مثل هذا الطلب؟ وما الذي يمنعها؟ أليست هي الحكومة المعترف بها أمام العالم كله؟ يعني أنا لا أعرف يعني لماذا أنا أنت عفواً أستاذة عليها بعدم الحديث، وربما وجدنا ذلك. لو يضغط العالم كله، أنت شرعية تعترف بك العالم كله، لديك سيف يعني من حديد. لم تعترف بنفسها. هنا المشكلة، أنت الشرعية لديها سيف من حديد وفولاذ، ثم هي تضرب بورقة فقط. عليها أن تستخدم الأدوات التي لديها. يعني أي تصريح من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء يهز الأبراج الزجاجية في أبو ظبي أو دبي. لماذا لا تمارس الشرعية هذه القوة التي لديها وتبسط سلطتها على الأرض؟ يعني حقيقة حينما نتابع المشهد ونرجع للخلف نجد أنها هي الشرعية من فرطت في وجودها على الأرض اليمنية. يعني طائرة رئيس الجمهورية
يعني بمصادر متواترة أنها تعرضت لأذى في مطار عدن، واضطر بعد ذلك أن يذهب إلى سقطرى في عيد 2016 تقريبا. يعني من ذلك الوقت حينما تم التضييق على المحافظ، حينما تم التضييق على الوزراء، كيف كان يمكن الصمت على هذا التدخل الإماراتي؟ كان يجب فورا من ذلك الوقت وضع يعني مسافة بين الشرعية، بين الدولة والأرض اليمنية وبين التدخلات الإماراتية، لأنه يعني من الأمور التي أيضا تتشابه فيها الإمارات مع إيران قضية نقض المواثيق والمعاهدات. يعني أكثر من اتفاق كان برعاية السعودية والإمارات تخلق هذا الاتفاق، الآن هناك حوار في جدة والانتقال يحاول أن يسيطر على سقطرى، أي منطق هذا؟ يعني حتى أكذوبة محاربة الإرهاب لم تعد تجدي نفعا في سقطرى، لا يوجد تنظيم قاعدة في سقطرى، إذا لماذا تتحرك هذه الوحدات هناك؟ إلا أن الحقيقة الواضحة التي ليس فيها أي جدال أن الإمارات تريد السيطرة على الأرض اليمنية، وتريد أن تبقي نفسها في هذه الأرض وتسيطر على المنافذ المائية وتأخذ وتسرق ثروات اليمن، ولكن اليمنيين لن يبيعوا كرامتهم ولن يبيعوا شرفهم، بل سيواجهون هذا التحدي. وهذا يظهر حتى في داخل عدن، هناك تظاهرات تقوم ضد التواجد الإماراتي من داخل عدن في وسط عدن، وهناك رفض للمشروع الإماراتي، فما بالك بسقطرى اللي استمعنا قبل قليل للشيخ عيسى السقطرى وهو يقول أن الوجهات والقبائل لا يمكن أن تقبل بمن يأتي كالشيطان يحرش بينهم. نعم، ولكن للأسف الشديد شراء الولاءات أستاذ صلاح، وأيضا ما تحدث به يعني الشيخ عيسى لأحد الصحف، ويتحدث عن شراء العديد أيضا من الأراضي، من هناك سيطرة حقيقية تقوم بها الإمارات للأسف، ربما هي تعرف من أين تأكل الكتف تماما وتتصرف وفق ذلك. يعني هذا ابتزاز رخيص لليمنيين بهذا الطريقة، طريقة توزيع الأموال بهذا الشكل. لكن كما شاهدنا إنه هذه الطريقة القذرة في شراء الولاءات لا يمكن أن تصمد. يعني أنت لديك شعب بالملايين، شبوة كانت يعني ميدانا لفشل الطريقة الإماراتية في شراء الولاءات، وخرج كل عملاء الإمارات من شبوة، تحصنت شبوة ولم يعد لدى الإمارات من وسيلة إلا أن تقوم بدفع هذه الميليشيات لوضع العبوات الناسفة ونحو ذلك، والذي تضرر منها حتى السعوديين. في المجمل هناك شعب لن يقبل ببيع أرضه وبلده مهما يعني قاموا هم بإفقارنا ومحاولة تجهيلنا ومحاولة يعني سرقة أراضينا، إلا أن هناك شعبا يتجهز لكي يقاوم هذا العدوان الذي هو لا يمكن تسميته باحتلال، لأن الإمارات لا يمكن لها أن تكون قوة احتلال، فهي يعني دولة يعني طارئة على هذه المنطقة، وإنما تحاول بالبهرجة وبالأموال أن تصل على نفسها وجودا. نعم، إذا اسمح لنا أيضا أن ينضم الناشط السياسي عيسى بن مسلم عبر الهاتف من سقطرى. مساء الخير أستاذ عيسى. مساء النور، أهلا بك. وبداية ضعنا في صورة ما يحدث في سقطرى أستاذ عيسى. أمسي عليك وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين. ما يحصل في سقطرى هو ليس وليد اللحظة، هو عبارة عن تراكمات تقوم بها مندوبي الإمارات في سقطرى لإدخالها ضمن منظومة الصراع وضمن منظومة الصراعات البينية وعدم الاستقرار. فما حصل في العام الماضي في مايو في 2018 إنما هو أيضا تجربة وتكرار لما حصل في نفس العام، وبالتالي ما حصل بالأمس من تمرد واحتلال أو اقتحام مركز الأمن من قبل عناصر الانتقالي ومن ايضا المدير المقال الاخ العميد علي الرقدي، هو يعني محاوله كانت تمهيد لها لمثل القيام بمثل هذا العمل، وهم استبقوا نتيجه القرار الذي اصدره الرئيس عبد الرب منصور هادي حفظه الله بتغيير مديرا للامن وهو العقيد
السائد سالم طاحس، وبالتالي ما يقوم به مندوبي الامارات في قطر انما هو عباره عن محاوله عرقله للتنميه ومحاوله عرقله يعني عمل المحافظ الحالي رمزي محروس، لانه يمثل رمزي محروس عقبه فأداء امام مندوبي الامارات من تمرير مشاريعهم التخريبيه التي تقوم ضد الوطن بصفة عامة وضد سقطرى بصفة خاصة. مشكلتهم مع رمزي محروس هي مشكلة بسيطة جدا، هو رمزي محروس جعل نفسه يعني لم يكن رمزي محروس يرضى بالتبعية، كن يرضى ب يعني تمرير صفقات مشبوهة وخلف الطاولة وسرية كما كان يفعل سالفيه من قبل، يأتون لهم بأوراق رضا والتوقيع على مشاريع وهمية وإظهار هذه المشاريع في قنواتهم المتنفذة، كما ظهرت يعني مشاريع يعني أقلها وأدلها مشروع مدرسة الزهراء الذي تم بناؤه على نفقة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وظهر مراسل قناة أحد القنوات قناة الغد المشرق ليقول أن هذه المدرسة تم بناؤها على مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. هذه هي مشكلتهم مع المحافظ معروف، أنه لم يخضع ولم يخنع ولم يستسلم لترغيباتهم أو لترهيبهم الذي يمارسونه اليوم بين فينة وأخرى. وبالتالي اليوم يعني هذا الصراع ليس وليد كما أسلفت وبينت، وهو أيضا ليس صراعا يعني يقف عند هذا المستوى، ولكن هو أيضا صراع سيستمر وسيتمدد إلى أن يعني إما أن يستسلم رمزي محروس وأن يخضع، وإما أن يعني أن يذهب هؤلاء الذين يريدون إدخال سقطرى في أزمة دوامة صراع وفي أزمة مشاكل وفي عدم اللا استقرار وعدم اللا دولة إلى أماكنهم وإلى دولهم. نعم. إذا أستاذ عيسى، هناك تمرد حدث من قبل شخصيات أمنية وقبلية تحاول الإمارات رعايته في سقطرى، برأيك يعني ما هي مخاطر هذا التمرد؟ اليوم المشايخ التقوا بالمحافظ محروس وقالوا كلمتهم أنهم سيقفون مع الشرعية ومع الدولة ومع ويؤيدون قرارة الرئيس هذه وسيقفون خلف المحافظ محروس، كما أيضا أصدر الشيخ عيسى سالم أيضا بيانا يؤيد قرارة الرئيس ويقف خلف المحافظ محروس، وأيضا هناك الشعب سيقف بل وقف وسيقف كما وقف في 30 مايو من الشهر الماضي أو من الأشهر في 30 مايو من هذا العام خلف محروس وقالوا كلمتهم وأعلنوها مدوية صريحة من سقطرى بالروح بالدم نفديك يا يمن، وأنا أقولها اليوم آن للشرعية وآن للدولة أن تمد رجليها في سقطرى، فسقطرى بإذن الله عز وجل هي مع الشرعية وخلف الشرعية وستقف يوما ودوما مع الشرعية بإذن الله عز وجل، وما يحدث من مخاطر انما هو عباره عن ملفات صبيانيه يراد لها عرقله كما بينت، يراد لها عرقله يعني التنميه ويراد لها اشعار المواطن البسيط بانه لابد من اقلاقه ولابد من جعله في دوامه الصراع، حاله كحال اليمن في بقيه المحافظات. انا اقولها بعباره واضحه، لا وجود بل لا مستقبل للمشاريع التخزينية التخريبية في سقطرى بإذن الله، كما قالت سقطرى كلمتها أنها مع اليمن وخلف قيادة المشير عبد ربه منصور هادي، ستكون خلفه وداعمة له ومؤيدة له بإذن الله جل وعلا. نعم. إذن أستاذ عيسى، هناك معلومات أن هناك معسكر اسمه الشامل يحوي كثير من المجندين يتبعون للإمارات والانتقالي، ما حقيقة هذه المعلومات؟ الشامل هو أصلا تسمية تمت تسمية مركز
مركز أمن حديبو بهذا الاسم في 2016. هذا المقترح وهذه التسمية هم أنشوها الإخوة مندوبي الإمارات في سقطرة على اعتبار أن يختزلوا مهام ومسؤوليات الأمن العام والنيابة والمحكمة في هذا المركز، بحيث أنهم يسجنون من يريدون ويعتقلون من يريدون، فأسموه مركز الشامل. ولهذا يعني ما حصل يوم الجمعة من أسقطوا على مركز الشامل، لا يعني هي محاولة باءت بالفشل وستبوء بالفشل. وحسب المعلومات الواردة من سقم، يعني حسب المعلومات الواردة أنهم الآن يعني للأسف أن هناك نهب لهذا المركز وتفريغ معداته وآثاته وسياراته التي المقدمة وللأسف من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. جاءت هذه المعدات وهذه السيارات جاءت معونة لتثبيت للأمن العام لتثبيت وإرساء قواعد الأمن في سقطرة، إلا أنه كما عودونا الإخوة المندوبي الإمارات في سقطرة أنه متى ما لم تمرر لهم مشاريعهم سيأخذ هذه المعونات وهذه الهبات كأنهم أتوا بها من بيوتهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عيسى بن مسلم الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من سقطرة. أعود إليك أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، لو تحدثنا عن دور السعودية أيضا، هل هي مجرد محلل لتوغل الإمارات وتسليم المناطق المحررة للانتقالي، خاصة أن تتحدث عن حوار يقام في جدة، ربما يعني الكثير وجدوا أن هذا الحوار لم يكن في صالح الشرعية بتاتا؟ نعم، يعني هو ما تتعرض له الشرعية اليمنية وهي في حماية السعودية وقياداتها يسكنون في السعودية تحت حمايتها وضيافتها، هو في الحقيقة مباشرة يضرب في الهيبة السعودية، وأن أصبحت أطراف صغيرة تقوم بنقض كل العهود والمواثيق. الآن يعني حينما جرى تمرد في عدن، حددت السعودية 48 ساعة لخروج الميليشيات من مؤسسات الدولة. احنا نتحدث عن أكثر من شهر، ونتحدث عن سقطرة التي يحاولون التمرد فيها، فأين الدور السعودي؟ هذا سؤال كبير بحجم الدولة السعودية التي يعني كانت ويظنها الناس عاصمة القرار العربي، فإذا بها الآن لا تستطيع التصرف مع هذه التجاوزات الإماراتية. لماذا؟ هذا السؤال على السعوديين أن يجاوبوه، لكن نحن نقول على الشرعية أن تعطي لنفسها خيارات أخرى، أن لا تضع كل رهانها على الدور السعودي. إذا كان لدى السعوديين حسابات يجعلهم لا يعني يدخلون في صدام مع الإمارات، فنحن لدينا وطن لابد أن نحميه ونحرسه. وهذا الوطن يعني وإن كانت الإمارات تبذر بذور الفتنة والخلاف والشقاق والسعي لتفريق الصفوف وتقسيم البلاد، إلا أن الشعب في أصله يعرف هذه الخطط والمؤامرات ويدرس يعني تجارب أخرى. يعني كانت الإمارات مثلا في صومالاند يعني تأتي إلى هذه المنطقة التي تحاول الاستقلال من 30 سنة ولم تستقل، لم تعترف بها الإمارات، لم تزودها بخدمات حقيقية، فقط تستأجر الميناء. فإذا الإمارات لن تخدم لا اليمنيين ولا شعب الجنوب على وجه التحديد، وإنما هي تريد فقط تحقيق مصالحها. والعراقيين هنا درس آخر، العراق التي أتت إيران ومن هي إيران التي تحتل جزر الإمارات ولا تتجرأ الإمارات أن تقترب إليهم، حاولت أن تسيطر على الفضاء السياسي في العراق. الآن الشعب العراقي يثور ضده، لأن أي قوة أجنبية مهما كانت قريبة مذهبيا ولا قريبة لغة أو قريبة سياسيا لن تحمي أو تحقق مصالح الشعوب الأصلية، بل هي لا تريد إلا تحقيق مصالحها الذاتية فقط. نعم، إذن شكرا جزيلا لك صلاح بابقي الإعلامي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.